والسؤال الخامس، هل يمكن تشغيل محول مخفض للتوتر كمحول رافع للتوتر؟ والجواب نعم، لكن بتحقيق بعض الشروط. فهذا المحول يعطينا في الفراغ 3.4 فولت، وهذا المحول يعطينا هو الآخر نفس القيمة. أما توتر الشبكة فيساوي 232 فولت. وتوتر الحمولة بخمس مصابيح فقط هو 3.3 فولت. أما التوتر الإسمي فهو 3 فولت. فإذا طبقنا 3 فولت في مدخل هذا المحول فإننا سنحصل في الثانوي على توتر في الفراغ يكون أقل من 230 فولت. والتوتر الذي نحصل عليه في ثانوي هذا المحول بتطبيق التوتر الإسمي لا يتعدى 206 فولت. أما بتطبيق توتر الفراغ فإن التوتر في الثانوي يرتفع إلى 216 فولت. وللحصول في ثانوي هذا المحول على توتر يساوي 230 فولت يجب إضافة بعض اللفات لتطبيق توتر يكون أكبر من 3.4 فولت. إذن بإضافة لفتان نحصل في الفراغ على توتر يساوي 3.66 فولت. التوتر في مخرج المحول هو 235 فولت. وتوتر الشبكة هو 235 فولت أيضا. وللحصول على توتر الشبكة في مخرج المحول يجب تطبيق توتر يكون أكبر من 2.0. والشرط الثاني، ولكي يبقى التوتر ثابت في مخرج المحول يجب استعمال محول ذو استطاعة كبيرة، لأنه كلما حمل المحول بحمولة أكبر ينخفض التوتر بين طرفيه. إذن عند استعمال هذا المصباح اللاد التوتر ينخفض إلى 200 فولت، وباستعمال هذا المصباح 40 واط التوتر ينخفض إلى 122 فولت، والمصباح لا يكاد يشتعل. والسؤال السادس، هل يشتغل المحول إذا عوضنا التيار المتناوب بالتيار المستمر؟ والجواب نكتشفه معا بتغذية المحول باستعمال عمود أو بطارية، وبإضافة بوصلة نضع فوقها السلك الذي يغذي المحول. وبتوصيل المحول بالتغذية يرتفع التوتر ثم يعود إلى الصفر، وتنحرف إبرة البوصلة وتبقى مستقرة على هذه الوضعية. وبفتح الدارة يرتفع التوتر ثم يعود إلى الصفر، وتعود إبرة البوصلة إلى وضعية الراحة. فرغم وجود الحقل المغناطيسي والذي تكتشفه البوصلة فإن التوتر ينعدم بعد توقف الحركة. وبغلق وفتح الدارة بسرعة فإن التوتر يرتفع ولا يعود إلى الصفر، والإبرة تنحرف وتبقى مستقرة. وهذه الظاهرة يفسرها فارادي بالقانون E
يساوي دي فعل دي تي مع او القوة المحركة المتحرضة او التوتر او 2.0 في الثانوي، وهذا التوتر يتناسب مع تغير التدفق عبر الملف، والتدفق هو الحث المغناطيسي عبر سطح الملف. وعندما يكون هذا التدفق ثابت ولأن مشتق مقدار ثابت يساوي الصفر، فإن التوتر يكون منعدم. فإذا أردنا الحصول على توتر في مخرج المحول باستعمال التيار المستمر، يكفي إضافة مذبذب يحول التيار المستمر إلى تيار متغير، والمركب الذي يسمح بها التحويل هو IC555، والذي سندرسه إن شاء الله في درس لاحق. والتوتر الذي نحصل عليه في الثانوي باستعمال عمود 4.5 فولت هو 42 فولت. السؤال السابع، لماذا هذا المحول أكبر حجما من هذا المحول الآخر رغم أن التوتر الذي يقدمه هذا المحول؟ والذي يساوي 3.15 فولت. هو نفس التوتر الذي يقدمه هذا المحول الصغير. والجواب سنكتشفه بعد تحميل المحولين. إذا نحمل هذا المحول الكبير بثلاث مصابيح، ثم نضيف مصباح رابع ومصباح خامس، ونضيف هذا المحرك الصغير، فتشتعل كل المصابيح ويشتغل المحرك. وحتى بإضافة محرك ثاني فإن هذا المحرك يشتغل أيضا. أما مع هذا المحول الصغير فإن إنارة المصابيح تنقص كلما أضفنا مصباح، وتكاد تنطفي هذه المصابيح عندما نضيف المحرك، والمحرك لا يدور. والمحرك لا يدور إلا بعد إطفاء كل المصابيح، وتنقص سرعة المحرك بعد إضافة هذا المصباح، ويتوقف عن الدوران بعد إضافة المصباح الثاني. فالفرق بينهما إذن في الاستطاعة، فكلما كان المحول كبير ولنفس التوتر كانت الاستطاعة أكبر، والتيار الذي يقدمه هذا المحول أكبر بكثير من التيار الذي يقدمه المحول الصغير. والسؤال الثامن، لماذا يرتفع التوتر ويوضع المصباح عند إدخال هذه القطعة الحديدية في مركز الوشعة، ويزداد التوتر أكثر ومعها الإنارة كلما أضفنا قطعة حديدية أخرى؟ والجواب هو أن النفاذية المغناطيسية في الحديد أكبر منها في الفراغ. والنفاذية المغناطيسية
هي خاصية تملكها بعض المواد بيجعل خطوط الحقل المغناطيسي الضائعة تتركز في المعدن مما يقلل من ضياع المغناطيسي. وللحد من هذه الضياعات المغناطيسية تصنع الدارات المغناطيسية للآلات الكهربائية من الحديد.